الكابوريا المقلية اللذيذة حاجة كده جميلة جدا، احلى طريقة ممكن تعملي بيها الكابوريا. احلى حاجة في الطريقة دي انها بتخلينا ناكل كل الكابوريا ومنرميش منها غير قطعة بسيطة جدا، حتى العظم بيتاكل لو الكابوريا اتعملت بالطريقة دي، ده غير انها بتخلي لحم الكابوريا متماسك جدا ومش مهري خالص. هنقليها النهاردة بالبقسماط بتتبيلة حلوة جدا هتعجبكم قوي. شوفوا الفيديو للآخر، في معلومات كتيرة جدا ونصايح كتيرة جدا تعملي بيها الكابوريا دايما بنفس الطريقة. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة. اول حاجة دي الكابوريا، الكابوريا بيكون شكلها كده، الصدفة بتاعتها لونها اخضر بالشكل ده، وكمان الرجول لونها اخضر بالشكل ده. الكابوريا دي هنا عندنا في مصر طازة مش متلجة، ممكن كمان تلاقوها عند البياعين صحية زي ما هي، بطنها بيكون ابيض بالشكل ده. المثلث بتاع الكابوريا بيكون رفيع مش تخين، ودي الكابوريا الذكر مش الانثى. اول حاجة هنخلع المثلث اللي زي ده، هننضف دلوقتي الكابوريا. المثلث ده بيكون تحته رملة فلازم ننضفه كويس. بعد كده بنشيل الصدفة اللي هي الخضرة دي من فوق الكابوريا، شايفين بعد ما شلنا الصدفة دي الخياشيم، الخياشيم بيكون لونها سكري او بيج بالشكل ده. دلوقتي هنفتح الحنفية وننضف الكابوريا تحتها، هنشيل كل الخياشيم اللي هي دي، بتتشال بالايد بسهولة جدا بالشكل ده. انا بنضفها تحت الحنفية بس بوريها لكم ازاي بتتنضف وازاي شكلها، وبيكون في رملة جوه كده، وكمان الامعاء بتكون جوه اللي هي دي برضو بنشيلها بايدينا بالشكل ده، بتتنضف بمنتهى السهولة، وكمان الاجزاء دي بتتشال بمنتهى السهولة. هي كده نضفت خالص، ما بقاش فيها اي رمل او اي حاجة، وكمان هنشيل الجزء ده، الجزء ده اللي هو الراس هنشيله برضو بايدينا، بتشال بسهولة جدا، ما تستعملوش اي سكينة او اي مقص. وكمان هنشيل الرجول الرفيعة دي مش محتاجينها خالص، هي ما بيكونش فيها اي لحوم من جوه، هنشيل الرجول الرفيعة دي، بيكونوا اربع رجول، ونسيب الرجل الكبيرة دي، الرجل الكبيرة دي بيكون فيها لحمة من جوه. ودي شكل الكابوريا نضفت تماما، ممكن طبعا اسيبها زي ما هي، وممكن لو كبيرة اقسمها نصين بالمقص بالشكل ده. هنضف كمان واحدة معاكو، اهي دي الكابوريا، اهي الكابوريا دي ذكر، والذكر في الكابوريا بيكون فيه لحمة اكتر من الانثى، اهي دي الكابوريا اهي. المرة دي هشيل الرجول الاول، ممكن الرجول دي تلاقيها تلاتة او اتنين بتكون واقعة عند البياعين، وممكن تلاقوها اربعة زي ما انتوا شايفين كده، بنشيل الرجول الصغيرة ونسيب الرجل الكبيرة اللي فيها المقص. بعد كده بنشيل المثلث ده، بنشيله خالص، ونفتح الصدفة الخضرة دي بالشكل ده، بتفتح بمنتهى السهولة، هي مش جامدة خالص. بعد كده بنشيل الامعاء والخياشيم بتاعتها، الخياشيم اللي هي السكري دي بنشيلها، وكمان الراس دي هنشيلها. انا شلت الراس الاول قبل الخياشيم والامعاء، دلوقتي هفتح الحنفية واشيل الخياشيم والامعاء تحت الحنفية، هي بتتشال بالايد بسهولة جدا، ما بتبقاش جامدة خالص، وبيكون هنا في رملة لازم تتشال وتتنضف كويس جدا بالمية، عشان كده بنفتحها، لو ما فتحتهاش الرملة دي هتفضل فيها وتبقى موجودة في الاكل. دلوقتي هجيب المقص واقسمها، لو الكابوريا صغيرة ممكن ما نقسمهاش ونسيبها زي ما هي، او لو الكابوريا المقصات بتاعتها متقطعين ممكن برضو نسيبها زي ما هي.
دلوقتي هحط الكابوريا دي في المصفى واسيبها تتصفى من كل المية اللي فيها، ويفضل كل الاسماك تتصفى قبل التتبيلة. دلوقتي هنعمل تتبيلة الكابوريا. هنحتاج لبيضة، وهنضيف على البيضة دي كوباية من المية، مية من الحنفية عادية خالص. دلوقتي هنضيف التوابل، معانا معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونص معلقة صغيرة كمون ناشف، وكمان نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة خليط من التوم والفلفل الحراق. الخلطة دي الفلفل الحراق والتوم بنفرمهم في الكبة، وبنستخدمهم في تتبيل السمك، وكمان بنستخدمهم في تتبيل البتنجان. وممكن تهرسي 5 فصوص توم مع حبتين من الفلفل الحراق او الفلفل البارد زي ما انت عايزة، وتضيفيهم. كمان هنضيف كوباية من الدقيق الابيض العادي، ونقلب المكونات دي كويس جدا. والخلطة دي بتكون تقيلة مش خفيفة عشان تمسك في الكابوريا. بعد كده هنحط الكابوريا في الخلطة دي او في التتبيلة دي، ونقلبها في التتبيلة دي. ممكن نسيبها ساعة فيها تتبل، وممكن نعملها على طول. نقلبها كويس جدا عشان كل الكابوريات ياخدوا من الخلطة دي، عشان الخلطة دي لازم تكون متغلفة على الكابوريا، عشان لما نشيلها منها ونحطها على البقسماط، البقسماط يمسك في الكابوريا كويس. بعد كده بتجيبي كل قطعة من الكابوريا وتغمسيها في البقسماط. البقسماط ده مش عليه ملح ولا اي اضافات خالص. بعد ما بتغمسيها في البقسماط وبتضغطي عليها بايدك كويس عشان البقسماط يلزق فيها، بترصيها في طبق. هدي القطعة الاولى، هعمل معاكم كمان قطعة. هنجيب كمان قطعة كابوريا او كابوريايا، بنجيب من تحت عشان بتكون في الخلطة من تحت. الكابوريايا دي مقصتها كانوا متشالين منها، فسبتها زي ما هي. هغمسها كده بالبقسماط واضغط عليها كويس جدا، وارصها في الطبق. بعد كده هاخد الكابوريا دي وادخلها الفريزر لمدة ساعة. لازم الكابوريا تدخل الفريزر لمدة ساعة عشان البقسماط يمسك فيها كويس، وما نيجي نقليها في الزيت البقسماط او الطبقة الخارجية دي ما تقعش منها. الكابوريايا دي لو انتم ملاحظين بالمقصات الاتنين كاملة، ما قسمتهاش نصين عشان هي صغيرة شوية. دلوقتي هنقلي الكابوريا. الكابوريا بتتقلي في زيت سخن بعد ما الزيت يسخن، بقلل درجة الحرارة للنص. بعد كده بتتقلي في الزيت عادي خالص. الكابوريا ما بتاخدش سوى كتير، هي مجرد ما تتحط في الزيت وتتحمر من برة خلاص هي كده استوت. بنحطها في الزيت، ولازم الزيت يكون غزير يعني يغطيها عشان الطبقة الخارجية ما تقعش منها، وما بنقلبهاش خالص الا لما تحمر كويس جدا، يعني تحمر شوية عشان ما نيجي نقلبها الطبقة الخارجية برضو ما تفكش منها. هي كده احمرت، شايفين لونها جميل جدا ازاي، وقد ما لونها جميل جدا طعمها حلو جدا، هيعجبكم جدا، ولحمها بيكون متماسك مش مهري خالص. دلوقتي هطلعها من الزيت اول ما توصل للون ده. شايفين الطبقة الخارجية ما فكتش منها خالص، وده عشان العجينة اللي اتبلت بيها كانت تقيلة ومغلفاها كويس، وكمان عشان حطيناها في الفريزر ساعة قبل ما نقليها. نطلعها بقى في مصفى عشان تصفي الزيت الزيادة، وهي عموما ما بيكونش فيها اي زيوت زيادة، يعني اطمنوا هي صحية جدا، لان لو قليتوا الكابوريا بالطريقة دي مش هتشرب منكم زيت خالص. وده شكل الكابوريا، شكلها حلو جدا، وكمان طعمها جميل جدا، واللحم من جوه متماسك احلى من الكابوريا اللي بتتعمل بالبصل مسلوقة. الكابوريا اللي بتتعمل بالبصل مسلوقة اللحم بتاعها بيتهري وبينزل في المية،
انما الكابوريا دي متماسكه جدا، لحمها متماسك جدا. وكمان فايده الطريقه دي ان الكابوريا دي كلها بتتاكل كده زي الحمام بالظبط، يعني العظم بتاع الكابوريا كمان بيتاكل، لان الجزء اللي في النص ده بيكون عليه طبقه عظم رقيقه جدا مع الاليان او مع الزيت. الزيت بينعمها كمان فبيخليها تتاكل بمنتهى السهوله زي الحمام بالظبط. وكمان المقصات دي انتوا بتاكلوا الطبقه الخارجيه عادي خالص وتكسروا المقصات دي، اللحم بتاعها بيكون زي شريحه بالطول كده، بيتاكل اللحم بمنتهى السهوله لانه بيكون متماسك وكمان بيكون مفصول عن العظم مش لازق فيه خالص. يعني بالطريقه دي بتستفادوا بكل جزء من الكابوريا دي. وطبعا احنا كلنا عارفين ان الكابوريا ليها قيمه غذائيه عاليه والفسفور اللي موجود فيها مفيد جدا للجسم، وكمان فيها اوميجا 3 عاليه، يعني مفيده كمان للاطفال، بتنمي عقل الاطفال جدا وكمان بتديهم قوه تركيز عاليه، ده غير الفيتامينات الموجوده فيها. اتمنى تجربوا الكابوريا بطريقتي، انا واثقه ان الطريقه دي هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.